صورة الالتزام بحل الدولتين. وزير الخارجية الفرنسي نقل السفارة الأمريكية للقدس لعواقب وخيمة. خليني أقول لحضراتكم كمان مجموعة من الأخبار المحلية أيضا، بس قبل ما نقول أخبار محلية، الوفد بتقول لحضراتكم بكرة القضاء يحسم الجدل في تيران وسنافير. نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان يواجهون الغلاء بمشروع قانون التسعيرة الجبرية. صناعة الدواء بتصرح وبتقول ان التسعيرة الجديدة لن تطبق الا بعد 10 ايام. وموقع صدى البلد الاخباري بيقول لحضراتكم مسؤول بالمترو بيصرح وبيقول انه خسائرنا تجاوزت 480 مليون جنيه ولا نجد رواتب للعاملين. التصريح ده متهيألي نتوقف عنده، ومش معنى انه المسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إنها بتعاني عجز مالي، ده مش معناه إن احنا نرفع سعر تذكرة المترو. أعتقد إن في حلول أخرى ممكن نفكر فيها، فكروا شوية خارج الصندوق لأنه الناس مش مستحملة أرجوكم. المصري اليوم بيقول لحضراتكم التموين تعلن طرح دواجن ب 25 جنيه للكيلو، والسكر ب 9 جنيه في القوافل التموينية بأحياء القاهرة. والأخبار العالمية، روسيا توداي بتقول لحضراتكم تركيا تطالب الولايات المتحدة بدعوة داعش لمفاوضات الأزمة السورية.